me in defeat. Don't rinse me more, we've been flying all week. Filled with struggle, I weep, I've been on the street. I'm a skeptic, there I said it. But I'd like to believe that somebody could be authentic. I'm a cynic, my harshest is critic. But I'd like to believe I could open my heart and let someone in it. Seems like everybody's moving mouths, but I don't feel their words. I find it hard to love because God, I love to hurt at least. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، موعدنا مع إثارة كبرى لن تنتهي إلا مع صفية النهاية، النهائي الكبير، النهائي الذي يريد أن يخرج به الفريق متوجا ببطولة الكأس. نستعرض مع حضراتكم تشكيلة الفريق اللي راح يخوض في هذه المباراة. طريقة تقدر تكون متوازنة، خطة تقليدية الـ 4-4-2. تظهر على الشاشة تشكيلة بروسيا دورتموند. الفريق راح يعتمد على طريقة الـ 4-5-1 الهجومية في هذه المباراة. فرصة لكرة مرتدة. ماركو رويس. فارق كبير في المستوى على الورق، وبالتالي دورتموند المرشح الأكبر في لقاء اليوم. تسديدة ممتازة للتقدم. كرة تحتسب إلى ضربة ركنية. أصوات الجماهير ترتفع فعلاً، اسمع الصوت، اسمع الصوت مع الضربة الركنية الأولى لهذا الفريق، واللي تعتبر فرصة لابد من استغلالها في هذه المباريات. تصدي من رومان بوركي. فرصة أمام المرمى. كرة ترتد من الحارس، لكن ما زالت كانت فرصة ذهبية للتسجيل، لكن فيها راية. ماركو رويس يملك مهارات خاصة بسرعته، بمهارته بين قوسين بذكاء على تجاوز المدافعين وصناعة الفارق. اليوم هو هجومية كبيرة الفريق بتواجده في أرضية المباراة. رافائيل غوريرو. كرة جميلة لكن تقطع. اكسل فيتسل. ماريو غوتزه. كبير الهجمة المرتدة ممكن تشكل خطورة. البحث عن هجمة مرتدة. ماريو غوتزه. التسلل واضح، اللاعب ما تحرك في التوقيت المناسب. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. هجمة بتنتهي بعد قطع الكرة. يفتكها داخل المنطقة. مضغوط عليه. تدخل